وللأسف يعني. المهم أجاوب السؤال ده، هل كون الله لا يتغير ينافي إن هو يتجسد بجسد يحتاج يشرب ويأكل وينام ويتعب ويتألم ويتجرح ويتسفك دمه وهكذا؟ هل كده يبقى الله تغير والله مكانته نقصت والله استغفر الله العظيم آسف في التعبير اتنجس والله إزاي يروح الحمام والكلام ده كله؟ ندرس الموضوع ده مع بعض باختصار شديد. ناس كتير دايما بيكلمونا بيقولوا مستحيل الله يتجسد. ليه يا عم؟ بيقولوا لأنه التجسد بيعتبروه تغير في الله، لأن الإله من صفة عدم التجسد إلى صفة التجسد. فبيقولوا ده، حتى الكتاب المقدس بيقول أنا الرب لا أتغير. ولكن انتوا كده يا مسيحيين بتقولوا ان الله اتغير وابتدى يحتاج ياكل ويشرب ويتولد مش عارف ايه ويدخل ايه والكلام ده كله اللي بيتقال لنا كتير. وده تغيير او تبديل او زياده او نقصان على طبيعه الله. ده اللي دايما يقولوا. الحقيقه المبدا اللي بيبنوا عليه المشككين الشبهه بتاعتهم، بصوا ده الله راح الحمام، ده بصوا ده الله مش عارف ايه، هو مبدأ خطأ أصلا في البداية، وإشكاليته من عقيدتهم الخطأ. لو هو ده المقياس بتاعهم يبقى عندهم إله بيفهموه إنه إله ممكن يتأثر بأي حاجة وممكن يتنجس وممكن 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 وممكن. هم يؤمنوا بإله متربع على عرش، مستوي على عرش مش بيتحرك منه، علشان لو اتحرك منه ده كده تغيير، يبقى إله متعرض للتغيير، ما بينزلش الحتة الوحشة، علشان لو راح الحتة الوحشة دي إله هيتنجس، يبقى إله قابل للتنجس. فاهميني؟ ده الإشكالية للإله اللي في ذهنهم. إله صمد كتلة كده ما فيهاش حاجة، لأنه لو فيها أي حاجة تتغير يبقى إله بيتغير. دي الكارثة لصورة الإله اللي بيتخيلوه واللي بيعتبروه بالطريقة دي كده مبجل في ذهنهم، رغم ان هم مش فاهمين ان بالصورة اللي رسمينها دي او اللي اترسمت لهم عن هذا الإله هو منتهى الإهانة لهذا الإله القابل للتغيير والزيادة والنقصان والتنجيس والكلام ده كله. إله ضعيف خايف، عشان كده مستخبي على العرش، عشان ما فيش حتة تراب تيجي عليه تتوسخ، لأنه قابل للتوسخ. فمبدأ هذا التغير والزيادة والنقصان عن الإله، يبقى كده بيؤمن بإله قابل للتغير والزيادة والنقصان، فكره عن الإله خطأ في البداية، مبدأه عن الله خطأ. علشان يطرح هذا السؤال متخيل إن احنا نؤمن بنفس فكره الخطأ عن طبيعة الإله القابل للزيادة والنقصان والتنجيس والتغير والتلوث والكلام ده كله. هل يعتبر التجسد بكل ما فيه خطوات الولادة اللي بيقولوها، واحتياجه للأكل والشرب واحتياجه لكل الاحتياجات البشرية الجسدية، هل ده تغير في طبيعة الله؟ ده كفر. عشان يسأل واحد مسيحي عن الفكر ده ويتهمه بهذا الاتهام، هو كده بيعتبر الله في فكره ليه مكونات، وإضافة أي مكون على الله بيغير. عشان كده تركيبة السؤال ده مشاهدين طبعا استشهد بيهم هم الخطأ. معايا؟ بيكشف فكره الخطأ عن الإله المتغير اللي في فكره معرض للتغير، واللي له مقاييس ومعايير، وممكن هذه المقاييس والمعايير تتغير. احنا نؤمن بإله غير محدود، ولو هم فعلا زينا يؤمنوا بإله غير محدود كانوا آمنوا زينا بإله لا يتغير، ومفيش حاجة تزوده ولا حاجة تنقصه ولا حاجة تلوثه ولا هكذا. ايه هو الفكر المسيحي اللي قاله لنا الكتاب المقدس بمنتهى الوضوح؟ ان الهنا غير محدود، مش محشور في حته صغننه، ومش مستوي على حته عرش، وساعات لما بيعمل بيحزن يتهز العرش، ولا ممكن العرش يطقطق ولا الكلام ده كله، ولا متشال على ديك ولا متشال على حيوانات ولا الكلام ده كله. لا، احنا الهنا غير محدود بكل ما تتخيله عن معنى الغير محدوديه. احنا الهنا لا يتاثر بالعالم المادي بكل ما فيه،
وإلهنا اللي بيتعامل مع العالم المادي من بداية الخليقة ومالئ الكل وفي ملء الزمان تجسد هذا التجسد وظهوره في العالم المادي وتعامله مع العالم المادي من البداية لا يغير صفات الله، لا يغيرها ولا يزودها ولا ينقصها. وتفضل الوردة من النوع الثاني يلي بتاع التشتيت انت عشان تقعد كده تركز شوية بدل ما انت ابتدت اهدافك تتضح على التكست. كويس. عايز اوضح حاجة في البداية، مكونات المادة اللي خلقها ربنا، وده بسأل السؤال ده وبكرره كل مرة ولم أجد إجابة عليه فيما عدا أخ مسلم واحد هو الشيخ روحي، وأقر بالكلام اللي أنا بقوله وأشكره جدا اللي اتفق معايا من زمان في هذا الأمر، لكن الإخوة المسلمين بيتحاشوا هذا الأمر. هل يوجد مكونات ذرة أتوم بقول عليها وسخة نجسة قذرة؟ أوضح أقصد أقول إيه. مكونات الذرة من إلكترون وبروتون ونيترون ومكونات البوزونات اللي بتدخل في تكوينهم، البوزيترونز دي اللي بتدخل في تكوينهم، أو حتى لو هنتكلم على الذرة بحد كامل، ذرة كهيليوم كهيدروجين كليثيوم وكلها مرورا من الهيدروجين لغاية اليورانيوم، هل في أتوم واحدة بقول عليها قذرة؟ أقول عليها نكسة؟ آسف التعبير، معفنة؟ ياريت حد يرد علي، هل يوجد ذرة نكسة؟ هل يوجد أتوم قذرة خلقها ربنا، آسف التعبير برضو، وحشة وسخة؟ الحقيقة لا، لا أعتقد. أنا مش عارف إذا كان عندي صوت على البلتوك ولا أنا أوكي. هحاول أدخل على البلتوك من عشان أتأكد أن أنا على المايك. لحظة واحدة، أنا شايف الفيسبوك واليوتيوب كويسين ولكن أوكي أنا فعلا أوكي على المايك. أشكر ربنا في صوت. طيب معلش أنا البلتوك أوريدي فرز عندي فأنا هكمل. ده النقطة المهمة اللي عايز أقولها. طيب لو اتفقنا أنه أي أتوم بحد ذاتها من أي نوع من أنواع العناصر بداية من الهيدروجين وصولا لليورانيوم مش قذرة، ال 238 بكل ما يحتووه من متبادلات مفيش واحدة منهم قذرة. طب هل لو تربطوا مع بعض بقوا قذرين؟ يعني اتنين هيدروجين مع أكسجين لو تربطوا مع بعض اتوسخوا؟ هل في ذرة لما ترتبط بذرة تانية بقوا قذرين لو انهم ارتبطوا ببعض؟ بقوا نجسين ولا دانسين لانهم ذرتين ارتبطوا ببعض؟ حتى لو كونوا الذرات دي فاتي أسيد ولا أمينو أسيد ولا شوجر أو غيره؟ أعتقد الإجابة لا، مفيش الكلام ده، مش هتتنجس. طب ما دول اللي بيكونوا الأحماض الدهنية والبروتين والأحماض الأمينية اللي بيرتبطوا مع بعض بيكونوا المواد العضوية اللي أحيانا إنسان يشم مادة عضوية يقول عليها كويسة ويشم مادة عضوية يقول عليها دي قذرة. ده قذرة بالنسبة لمين؟ بالنسبة له هو، بالنسبة له لحاسة الشم بتاعته، مش قذرة بالنسبة لربنا. ودي لا توسخ ربنا ولا تضيف حاجة عن ربنا ولا تغير من ربنا. فمقياس القذارة والكلام ده كله ده بالنسبة للمقياس البشري، أنا ممكن ألمس حاجة توسخ إيدي أغسلها بالمية أنظف، لكن مفيش حاجة اسمها ربنا يلمسها توسخ إيديه، لأن ربنا خالق المواد دي لأنه لا يتوسخ. والمادة دي التراب ده اللي وسخ إيديا في حد ذاته مش وسخ لأنه ربنا خلق، لكن كرد فعل ليا. فاحنا نؤمن أنه المادة بكل اللي أنا شرحته الآن بكل العناصر فرادة أو مرتبطة ببعض، مفيش حاجة اسمها قذر. الزمن من ساعة ما ربنا خلق في البداية والوجود أو حتى المكان أو السبيس بالتعبيرات دي كلها وكل الأجساد أيضا المادية والتركيبات المادية كلها حتى المواد العضوية اللي موجودة في الإخراج كلها ربنا خلقها. كل
كل أجساد البشر ربنا خلقها، فالمادة والزمن والوجود كل دول ربنا خلقهم. طب خلقهم فين ربنا؟ وأجل سؤال مهم، والسؤال ده محوري للي احنا بنتكلم فيه. طب اسمحوا لي لحظة واحدة لأن البال توك عندي. طب أنا كده كده مكمل كلام، فبقى بعد ما أخلص أبقى أعمل ستارت للبال توك. أجل نقطة مهمة، أين ربنا، فين ربنا خلق المادة والزمن والوجود؟ خلقهم فين؟ خلقهم بعيد عنه ولا خلقهم فيه؟ وده سؤال محوري. المادة اللي خلقها ربنا من العناصر دي كلها فرادة أو متجمعة، والزمن اللي خلقه ربنا، والسبيس اللي خلقه ربنا أو المكان، خلقهم فين؟ هل ربنا كان قاعد في أوضة وكان عنده أوضة تانية زيادة، أصله كان في شقة أوضتين وصالة، فخلق في الأوضة التانية المادة والزمن والمكان؟ زي ما كنت متوقع البلتوك فعلا هنج عندي لحظة واحدة بس أدخل البلتوك مرة تانية علشان هو كان فرز قوي. سمير المايك عندك بيعمل جامب، اتفضل دكتور هولي مع حضرتك مايك. طيب شكرا لحضراتكم وأنا آسف جدا على اللي حصل. أكمل أرجع للسؤال الأساسي اللي أنا كنت بسأله، أين أو فين ربنا خلق المادة والزمن والوجود؟ خلقهم في أوضة جنبه؟ في فضاء كده كان سايبه في وقت عوزة؟ لأن لو ربنا خلق الكون بما فيه، بمادته، بمكانه، بزمنه، في مكان خارج الله، يعني الله لا يملأ الكون، يبقى الكتاب المقدس أولا خطأ، ويبقى أيضا يوجد مكان أزلي مع الله، يبقى يوجد كيانين أزليين مش الله بس الأزلي. الله الأزلي والمكان اللي خلق فيه كل الحاجات دي الأزلي. فهمني أقصد أقول إيه؟ اللي فهمني يكتب لي 7، اللي عايز نعيد السؤال ده يكتب لي 5 وأنا أشرحه مرة تانية. طب جميل أساتذة الأحباء، وصلت النقطة اللي عايز أقصد أقول. طب معلش، في حد كتب 5 أشرحها مرة تانية. ربنا خلق المادة والوجود والكون وأيضا حتى الزمن، ربنا خلقهم فين؟ خلقهم في مكان جنب ربنا أم خلقهم في ربنا؟ لو كان في خلقهم في مكان جنب ربنا يبقى في مكان أزلي مع الله، ويبقى الله مش وحده الأزلي، والله لا يملأ الكل، لأنه في مكان ما كانش الله يملأه خلق فيه كل شيء، لأن الله قال لنا الكتاب المقدس يملأ الكل. إلهنا الغير محدود، لا يوجد مكان خلق فيه الله الكون بكل ما فيه من مادة ومكان وزمن مش موجود في الله. المكان اللي خلق الله فيه الكون ما ينفعش يكون أزلي، وكده الله خلق الكون في الحاجة الواحدة أو الكيان الواحد الأزلي اللي موجود، اللي ليس له آخر وجود غيره، اللي هو الله نفسه داخل الله، لأنه لا يوجد شيء خارج الله، ولكن بمقياس إحنا ما ندركهوش، بأبعاد إحنا ما نفهمهاش. فالله اللي يملأ الكل، يعني كل المادة من أجساد، من عناصر، من ذرات، ويملأ الفضاء بكل ما فيه وغيره، وحتى بعد الزمن خلقوا فيه الحاجات دي، لما خلقها فيه لا تغير الله، ما أضفتش عليه شيء، دي مش طبيعة اتضافت على ربنا كان ناقصها، لا. فالله الغير محدود لا في صفاته أو طبائعه ولا في الأمور دي، لا الزمن ولا المادة ولا الوجود، لأنه هو فوق كل هذه. معايا؟ بمعنى المادة خلقها ربنا هي محتوى فيه، لكن هو غير محتوى فيها فقط، هو أعلى منها، هي لا تحتوي لأنه هو أعلى منها بكتير، سموات السموات لا تسعى، لكن السموات وسموات السموات مليانة منه، هو أعلى من المادة لأنه ملء الكل وفوق الكل. لهذا المادة اللي خلقها فيه لا ما بتغيرهوش في حاجة، المادة اللي خلقها فيه وبيتعامل معاها باستمرار
وماسكها لكي لا تنهار وتزول وتفنى إلى الأبد وتقوم فيه ومستمرة بيه وظهورها من وظهوره من خلالها وتجسده فيها. حتى التجسد ده مادة، فظهوره في المادة واتحاده بالجسد المادي لا تزال المادة لا تحد أصلا ولا تغير من طباعته ولا صفاته ولا تضيف عليه ولا تقلل منه ولا تنجسه لأنه يملأ المادة وفوق المادة أيضا. فالإشكالية في سؤال المشككين في النقطة دي أنهم بيعتقدوا، وده اللي بيصروا يدعوا علينا رغم أنه عمرنا ما قلنا الكلام ده، أنه يعتقدوا بأن احنا بإيماننا بإلهنا أنه تجسد، ان احنا بندعي انه الهنا خلاص بقي محدود في نطاق الجسد. ما اعتقدش ان في حد يؤمن بهذا الكلام، وللأسف يجبرونا ويدعوا علينا ويبنوا اسئلة على فهمهم الخطأ وادعاتهم الكاذبة مثل هذه الاسئلة، زي ما يقول لك مين كان بيحكم الكون لما الله كان متجسد، كما لو كان قلنا خلاص ان الجسد هو بقي حد ليه وخلاص ساب الكون بالكامل. مين قال الكلام ان ده ايمان المسيحيين؟ مين كان موجود وبيحكم الكون لما المسيح مات، كما لو كان بنقول اللاهوت مات، استغفر الله العظيم، وغيرها من الأسئلة الخطأ. وزي هنا التغيير والزيادة والنقصان، ده مش إيماننا المسيحي. انتوا بتدعوا علينا أشياء غير صحيحة لا نؤمن بها ولا حتى ندين بها. نحن إيماننا إن الله اللي خلق المادة فيه يتعامل مع المادة وبتجسده مع المادة وباتحاده بيها. لا نؤمن على الإطلاق إن الله أصبح محدود في المادة، ولا المادة مكون من مكونات الله، ولا المادة مكمل لله، ولم يصبح الله محدود في نطاق المادة اللي هو الجسد، ولا أي تغير في المادة اللي خلقها من البداية ولا حتى المادة اللي تجسد بيها هو يغير حالة اللاهوت. فهو لا يتغير بتغير حالة الجسد، فهو قبل وأثناء وبعد التجسد وبعد الصعود ظل غير محدود بالمادة. المادة هي اللي موجودة فيه لكنها لا تحده، وهي ليست عنصر فيه ولا تزوده ولا تنقصه ولا تغيره. لهذا أكرر، التجسد في الإيمان المسيحي لا يغير من طبيعة الله اللاهوتية الغير محدودة، لا يغيرها ولا يضيف عليها ولا ينقص منها. واضح؟ طيب أجيب الكلام ده بأعداد واضحة من الكتاب المقدس، أمثلة قليلة فقط من كثير. الله اللي يملأ المادة وفوق المادة، لكن المادة ما تتغيرش فيه حاجة. في أخبار الأيام الثاني صح 6 عدد 18، لأن هل يسكن الله حقا مع الإنسان على الأرض؟ هو ذا السماوات وسماوات السماوات لا تسعك. يعني ربنا خلق السماوات وسماوات السماوات، ورغم كده هم لا يسعوا لأن فوقهم، ورغم كده بيظهر في الهيكل اللي بناه سليمان، فكان بالأقل هذا البيت الذي بنيت. هو يملأ السماوات والأرض، ورغم ذلك أي تغير في السماوات والأرض لا يغير في اللاهوت شيء. معايا؟ سفر أشعياء إصحاح 66 عدد 1، هكذا قال الرب: السماوات كرسي والأرض موطئ قدمي، أين البيت الذين تبنون لي وأين مكان راحتي؟ فالسماوات اللي هي كرسي لله والأرض اللي هي موطئ قدميه، هل لو اتغيرت قدمين ربنا هتتغير؟ لا، لأنه لا يتأثر بالمادة، لا المادة تغيره ولا بتزوده ولا بتقلله. وأي شيء بيتبني في هذه المادة أو بيتهد من هذه المادة اللي هو خلقها وخلقها فيه ويملأها وأعلى منها وهي لا تحده، هي ما بتغيرش فيه شيء. هل يعني النهاردة ربنا عشان يملأ الكل، لما لو بنيت بيت وهديته يبقى النهارده بنيت بيت يبقى زودت حته على ربنا، وبكره لو هديته يبقى هديت حته في ربنا؟ لا طبعا. العدد نفسه اقتبسه اعمال الرسل 6 49،
تثنية 10:14 هو ذا للرب إلهك السماوات وسماء السماوات والأرض وكل ما فيها. كل دي موجودة في ربنا وملك ربنا وربنا يملأها ولكنها لا تحد ربنا. هل أي تغير في السماوات يعني النهاردة لو في نيزك اتخبط في التاني فتفجره ولا اتهدمه يبقى حتة في ربنا اتهدمت؟ لا طبعا، لا نؤمن بالفكر الخطأ البانثيزم والكلام ده كله، انه المادة عنصر مكمل لله او زي الجسد للروح. لا نؤمن بالفكر الخطأ ده اللي بيحاول يجبرون عليه المسلمين. اي تغير في المادة ليس تغير في الله، لان المادة ليست جزء في طبيعة الله ولا مكملة لله ولا تحب الله الغير محدود الذي لا يتأثر بالمادة لا بالتغير ولا الزيادة ولا النقصان. سفر أخبار الأيام الثاني صحاح 2:6 من يستطيع أن يبني له بيتا لأن السماوات وسماء السماوات لا تسع. مزمور 139:7 أين أذهب من روحك ومراجعك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك. السماوات بكل ما فيها من سماوات الفضاء وسماوات السماوات الروحية وكلها والسماء الثالثة فأنت هناك. إن فرشت في الهوية فها أنت. إن أخذت جناح الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك تمسكني يمينك. مفيش مكان ربنا مش مليء من جوه الإنسان، لأنك أنت اقتنيت تأكلاتي نسكتني في بطن أمي، ومن خارج الإنسان في كل الأبعاد اللي يشوفها الإنسان ربنا يملأ كل ده. ولكن أي تغير فيها ما بيكملش ولا بيزود ولا بينقص ولا بيغير حاجة في ربنا. الإنسان وهو بيتكون لم تخف عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض. رأيت عناك أعضائي وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت إذ لم يكن واحدا منها. أي تغير في الأرض وفي السماوات وفي الهاوية وحتى في أعضاء الإنسان ولا في العمليات البيولوجية اللي بتتم في جسم الإنسان لا بتغير حاجة في ربنا اللي بيملأها، ولا بتزود حاجة على ربنا، ولا بتنقص حاجة من ربنا. فربنا يملأ كل المادة. فلما يبقى ظاهر في جسد مادي من هذه المادة اللي هو خلقها ويملأها، هل برضو التغيرات في هذا الجسد المادي برضو بيزود حاجة على ربنا، نقص حاجة من ربنا، غير حاجة من ربنا؟ إلا هو طبعا لا. أرمية 24:23 إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة أفما أراه أنا يقول الرب؟ أما أملأ، وده التعبير اللي أنا قلته ده تعبير كتابي أنا مش اخترعته، أما أملأ أنا السماوات والأرض يقول الرب. ربنا مالي بعد آخر ما ندركهوش، لكن مالي السماوات والأرض لأن خلقها فيه. أي تغير في السماوات والأرض ليس تغير في الله ولا بالزيادة ولا بالنقصان. أي تغير في هذه المواد المادية ولا حتى في الفضاء يغير ربنا في شيء. لما بيقول في كورنثوس الأولى 21:21 لأنه إن كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص الكرازة بجهالة مؤمنين بجهالة الكرازة. فأي كان العالم في حكمة الله، يعني العالم كله مخلوق في حكمة الله بحكمة الله وفي حكمته وهو يملأها، ولكن أي تغيير فيها لا يغير في الله شيء. نيجي الأعداد كمان أوضح بكتير في العهد الجديد. في إنجيل يوحنا 1:10 نسمع التعبيرات اللي بيقولها الوحي الإلهي على فم معلمنا يوحنا الحبيب. كان في العالم، ده يعني مال العالم، وكون العالم به ولم يعرفه العالم. طيب لما كان في العالم والعالم كان فيه والعالم اتكون به، هل أي تغير في العالم من البداية ده تغير فيه؟ لا طبعا، لأن العالم لا يحده. هل ده يعتبر تغير أو زيادة أو نقصان؟ لا، لأنه أي تغير حتى تغير في جسده في النمو في الاحتياجات في الألام في غيره ده لا يغير في اللاهوت شيء. حتى المسيح أكد الكلام ده بنفسه، أنه حتى وقت تجسده هو غير محدود وطبيعته اللاهوتية لا تتغير ولا تتأثر، زي ما قال في إنجيل يوحنا 3:13 ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء.
فالمسيح حتى في أيام جسده لازال بلاهوته يملأ السماوات والأرض، وأي تغير في السماوات والأرض ما بيغيرش فيه حاجة، بل حتى أي تغير في جسده المادي لا يغير في أي شيء في لاهوته الذي لا زال يملأ السماوات والأرض. زي ما يقول في يوحنا 1:18، الله لم يرى أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الأب هو خبر، فهو بتجسده هو فقط خبر، أخذ جسد حقيقي واتحد به اتحاد حقيقي، ولكن هذا الجسد ما غيرش شيء في اللاهوت، لا غير اللاهوت ولا أضاف على اللاهوت ولا نقص من اللاهوت. عشان كده بنؤمن لاهوته اتحد بناسوته بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. فأي حاجة بتحصل من عمليات بيولوجية في جسده ما بتغيرش في لاهوته حاجة، ولا توسخ لاهوته ولا تدنسه ولا تنقصه ولا تزوده ولا 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 من الكلام ده كله. معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل كلوسي 1:16، فأنا، وخلي بالكم التعبير ده لأن هو ده مربط الفرس زي ما بيقولوا في الموضوع اللي بتكلم فيه، فإن فيه خلق الكل. يعني إيه؟ لأن التعبير ده أساسي. فإن فيه خلق الكل، يعني هل ربنا خلق المادة في حتة كده جنبه؟ هو قاعد كده وجه الحتة اللي جنبه الفاضية خلق فيها كل شيء من مادة ومكان وزمن؟ لا، فإن فيه خلق الكل. أعتقد ده واضح كلام معلمنا بولس الرسول، الوحي الإلهي على لسان معلمنا بولس الرسول قاطع. إيه اللي اتخلق فيه؟ ما في السماوات وما على الأرض، فضاء، مكان، مادة، ما يرى، عالم مادي، ما لا يرى، عالم روحي، سواء كان عروشا بالمرتبات الملائكية المختلفة أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق. والعدد المكمل ليها رائع زي نفس العدد بالضبط، الذي هو، ولا زال الكلام عن لاهوت الرب يسوع المسيح الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، الذي هو قبل كل شيء، يعني هو قبل المادة وخلق فيه المادة الذي فيها خلق الكل وفيه يقوم الكل. وللأسف البعض بيفهم كلمة يقوم على أنها القيامة العامة، ولا، كلمة يقوم هنا بتيجي بمعنى الاستمرارية، الكون قائم فيه، مستمر بسببه لأنه مخلوق فيه، فما بيتجهش للفناء رغم أن الفناء أقوى من الوجود، لكن لأن هو اللي ماسك الكون والكون مخلوق فيه خلق الكل، فالكون ما بيفناش بكل مكوناته. ليه المادة، الماتر والأنتي ماتر ما بيفنوش بعض؟ لأن فيه خلق المادة فما بتفنهاش الحاجة التانية. ليه القوات ما بتفنيش بعض؟ البوزيتيف والنيجاتيف يلغوا بعض تماما، الإلكترون والبروتون يلغوا بعض ويتدمروا تماما، لأن فيه يقوم الكل. عشان كده أي ذرة ما بتنهارش بسبب هو ماسكها، من أصغر ذرة لأكبر مجرة قائمة فيه، مستمرة فيه، ما بتفناش بسبب أنه هو ماسكها. العددين دول بيأكدون المنظومة الرائعة اللي احنا بنتكلم عنها، الله هو الوحيد الأزلي ولا يوجد شيء أزلي آخر مهما كان، والكون من أصغر جزء في الذرة لأكبر مجرة خلق فيه وبي وقائم ومستمر بي، وبدونه لا يستمر، وهو يملأه ولكن لا يتغير بأي تغير فيه. أي ذرة في الكون لا تغير فيه شيء، حتى جسد المادي التغيرات اللي بتتم فيها لا يغير في لاهوته شيء. زي ما أقول الرسالة لأهل أفسس وفي كلامه عن الكنيسة في 1:23، التي هي جسده، لكن يكمل العدد ويقول ملء الذي يملأ الكل في الكل، فهو فيه خلق الكل وهو يملأ الكل في الكل، ولكن أي تغير في أي شيء من هذا الكل لا يغير شيء فيه في لاهوته، لا يغير ولا يزود ولا ينقص. معايا؟ زي ما يقول في أمثال 30:4، من صعد إلى السماوات ونزل،
ورغم ذلك هو لا يتغير. من جمع الريح في حفنتيه، من سر المياه في ثوب، فأي تغير في الرياح المادة اللي خلقها ربنا، أي تغير في الأمطار المادة اللي خلقها ربنا ما بتغيرش فيه حاجة. من ثبت جميع أطراف الأرض اللي فيه قائم كل حاجة، وبدونه ما بتنهار، وبدونه كانت تنهار ولكن لا تنهار لأنها قائمة فيه. ما اسمه؟ ما اسم ابنه؟ أنا عرفت. معايا؟ زي ما يقول أفسس 4:10، الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. أكرر مرة تانية، المادة اللي خلقها ربنا بكل شيء في الكون، بكل الذرات اللي موجودة قدامنا، بكل المواد العضوية اللي نعرفها حتى بالنسبة لنا اللي بتبقى حلوة ووحشة والكلام ده كله، هي لا تغير في ربنا، لا تغيره ولا تزوده ولا تنقصه لا تلوثه ولا تضيف عليه ريحة كويسة ولا الكلام ده كله. طبيعة الناسوتية لجسد الرب يسوع المسيح التي لم تحد اللاهوت ولكن يملأها، على عكس ما يتخيل المشككين اللي بيفكروا ان خلاص بقى اللاهوت محدود في الجسد وبس. الطبيعة الناسوتية اللي اتحد بها اللاهوت اتحاد كامل، اتحاد حقيقي. اي تغير في الطبيعة الناسوتية ما بتغيرش في اللاهوت حاجة، واتحاد الطبيعة الناسوتية بالطبيعة اللاهوتية لا يغير شيء في اللاهوت، ولا بيزود اي شيء على اللاهوت ولا نقص أي شيء من اللاهوت. فالمسيح أكد أنه واحد مع الآب، وأنه في الآب والآب فيه، زي ما قال في يوحنا 10:30، أنا والآب واحد، ويوحنا 10:38، إن كنت أعمل أعمال فإن لم تؤمنوا بي فأمنوا بالأعمال لكي تعرفوا تؤمنوا أن الآب فيه وأنا فيه. وقال في يوحنا 14:10، الآب الحال فيه يعمل الأعمال. وزي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس 8:6، لما بيقول ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. معايا؟ وزي ما يقول في عبرانيين 1:2، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعل وارثا لكل شيء الذي به عمل العالمين. كل العناصر والمواد العضوية اتعملت به ويملأها لكن لا تحده، هي تتغير لكن هو لا يتغير، هي تتبدل وتزيد وتنقص وتتحد وتتفكك، ومرة تبقى كويسة وتاني يوم تبقى وحشة وترجع تبقى كويسة. أما هو لا يتغير ولا يتلوث. والمثال المشهور بتاع الشمس، الشمس لما بتشرق شعاعها على المواد العضوية ما بتتلوثش، لكن هي اللي بتشرق النور على المواد العضوية، لكن المواد العضوية ما بتغيرش ولا تلوث ولا تزود ولا تنقص شعاع الشمس. معايا؟ فالمسيح بلاهوته الغير محدود وبناسوته، لما اتحد بناسوت بشري حقيقي، اتحاد حقيقي، اتحاد كامل، لكن لا يزال اللاهوت غير محدود ولا يتأثر بالمادة. فزي ما قلت في البداية، التجسد لا يغير شيء في اللاهوت ولا يضيف شيء على اللاهوت ولا ينقص شيء من اللاهوت ولا ينجس شيء في اللاهوت. والله اللي خلق المادة فيه وهو فوق المادة والمادة لا تحده، بتجسده باتحاده مع المادة لا المادة تضيف له شيء لم يكن يملأه قبل ذلك، ولا تنقصه فيه كان حاجة نقصة فيه استغفر الله العظيم قبل كده، ولما ظهر حتى لإبراهيم وأكل معاه ده ما غيرش في اللاهوت شيء، ولا بظهوره اتغير ولا تبدل ولا تلوث ولا الأكل تزوده ولا نقص منه. ظهوره ليعقوب وصراعه معاه ما غيرهوش في شيء ولا زوده في شيء ولا نقصه في شيء. ظهوره في العليقة وكلامه مع موسى ده ما غيرش فيه شيء ولا زوده شيء ولا نقصه شيء. غيرها من ظهورات ربنا في العهد القديم زي ظهور المنوح والجدعون وغيرهم، لا زوده شيء ولا نقصه شيء ولا غير فيه شيء. حتى في تجسده واتحاده بجسد حقيقي ده لا زود اللاهوت شيء ولا نقصه شيء ولا غير فيه شيء. فعشان كده الأعداد اللي بتتكلم أنا الرب لا أتغير، رغم أن الأعداد بتتكلم على عدم تغييره في وعوده، ولكن برضو حتى لو خدناها بالمعنى اللي هو على اللاهوت، اللاهوت لا يتغير. معايا؟ دي فعلا تمثل الإيمان المسيحي. هل في حد فينا بيؤمن أن اللاهوت بيتغير؟ اللاهوت بيتلوث؟ اللاهوت بيتأثر بأي شيء في التغير المادي؟ معايا؟ ده اللي حبيت أقوله. عشان كده
يقول لنا الآباء زي البابا ألكسندروس الإسكندري كيف يمكن أن يكون قابلا للتغير والتحول ذلك الذي يقول أنا في الآب والآب في وأنا والآب واحد وبالنبي أنا الرب لا أتغير. عندما صار إنسانا فاللي بقوله ده إيمان الآباء، ده مش كلامي أنا اللي بخترعه بألفه، جبت لكم أعداد من الكتاب المقدس كثيرة تؤكد هذا، وده اللي قالوا الآباء لأنهم فهموا الكلام ده بوضوح من الكتاب المقدس. فيقول البابا ألكسندروس عندما صار إنسانا لم يتغير، اللاهوت ما تغيرش وما بيتلوش، والرب يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد بناسوته لما بيمسك شوية تراب، التراب ده ما بيوسخش اللاهوت في شيء. وإنما يقول الرسول يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. يقول البابا أثناسيوس يقول المخلص نفسه هو ذا ها أنا لا أتغير في ملاخي 3:6، بينما يكتب بولس يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد عبرانيين 13:8. ولكن في الجسد اختتم بالجسد في صفات تغير الجسد المعتاد، اختتم تم الحمل به، أكل شرب اضطرب اتعلق على خشبة اتألم نزف، لكن في متحد به الكلمة اللاهوت الذي لا يقبل الألم الغير مادي الغير متغير. يكمل البابا أثناسيوس ويقول إن كان الأريسيون يفترون هكذا بنسبتهم التغير للكلمة، نفس الكلام اللي بيدعوه المسلمين الكذب بسبب الشيطان اللي بيقودهم، نفس الكلام اللي قالوه الأريسيين بسبب برضو الشيطان اللي عمى عينيه، نفس الشيطان بنفس الأسلوب. فالكلام اللي بيقولوه المسلمين ده مش حاجة جديدة، ده ادعوها الأريسيين من القرن الرابع الميلادي. احنا كمسيحيين وادي اقوال الاباء قدام حضراتكم، نؤمن ان اي تغير على جسد المسيح ده ليس تغير في اللاهوت. اللاهوت لا بيتوسخ لا بيتأثر لا بيتدنس ولا بيحصل له اي شيء، لكن الاريسيين هم اللي ادعوا، فبنسبتهم التغير في الجسد تغير للكلمة يعني اللاهوت. فليتعلموا مدى الخطورة الكائنة في فكرهم، لأن الشجرة تعرف من ثمارها. ولهذا أيضا فإن من قد رأى الابن فقد رأى الآب يوحنا 14:9، ولهذا أيضا فإن معرفة الابن هي أيضا معرفة الآب. ولذلك فإن صورة الله غير المتغيرة، المسيح بلاهوته غير متغير، ينبغي أن تكون ثابتة غير متغيرة، لأن يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد عبرانيين 12:8. وداود يقول مترنما به أنت يا رب منذ البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك. هي تتلاشى هي بتتغير، أنت ستبقى كلها كثوب كلها كثوب ستبلى وكرداء تطويها فتتغير، ولكن أنت وسنوك لن تنتهي. مزمور 112 وعبرانيين 12. والرب نفسه يقول عن نفسه بواسطة النبي انظروا إلي فترون إني أنا هو تسنية 32. أيضا لا أتغير ملاخي 3:6. وربما يقول أحد أن المقصود هنا هو الآب، بيقول لا الكلام ده مش على القنوم الآب بس، لكن الكلام ده على اللاهوت، ولأن الآب والابن واحد. لكنه من المناسب أن يطلق هذا على الابن أيضا، خاصة لأنه حينما يصير إنسانا فهو أنه يظهر شخصيته كما هي ويظهر عدم تغيره، وذلك بالنسبة لأولئك الذين يتصورون أنه بما أنه اتخذ جسدا فأنه قد تغير وصار آخر. طبيعة كل المخلوقات وكل الكائنات متغيرة، حتى الجسد اللي اتخذه ربنا ومتحولة. وباستبعاد الابن عنها فعنه يبين الكتاب بقوله يعني لاهوت الابن أنت وسنوك لن تنتهي، أنه الابن لا يتبدل ولا يتغير، يعني اللاهوت لا بيتبدل ولا بيتغير، وهذا بحق أمر طبيعي، لأن الأشياء المخلوقة بما أنها نشأت من العدم ولكونها لم تكن كائنة قبل أن تخلق، لذلك فإن لها طبيعة متغيرة، حيث أنها عموما قد خلقت من العدم. أما الابن اللاهوت المسيح فأنه كائن من الآب وهو من ذات الجوهر الآب، لذلك ليس من العدل أن يقول أحد أنه من جوهر غير متغير يولد كلمة متغير. الآب الغير متغير يولد كلمة متغير؟ طبعا لا. الآب الغير متغير حكمته قابلة للتغير والتحول؟ لا. كان لهارون خلفاء، وعموما فإن رجال الكهنوت بحسب الشريعة يحلون محل سابقيهم بمرور الوقت أو بسبب الموت، أما الرب فله كهنوت ثابت لا يزول عبرانيين 7:24.
لقد صار رئيس كهنة أمينا باقيا إلى الأبد، وقد صار أمينا حسب الوعد لكي يستجب لأولئك الذين يقتربون إليه ولا يخضعهم. هذا ما يمكن أن تتعلموا، يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين، لأنه هو أمين غير متغير، بل هو ثابت إلى الأبد، وهو يهب تلك الأشياء التي وعد بها. أعتقد الكلام واضح. فأكرر مرة تانية، ربنا اللاهوت خلق كل شيء فيه، فإن فيه خلق الكل، وكل شيء مستمر فيه وفيه يقوم الكل، عشان كده هو يملأ الكل، عشان كده الكون ما بينهارش لأنه هو في الكون ويملأ الكون، ولكن الكون لا يحده، لا يحده لأنه يملأ السماوات والأرض، ولكن هي لا تحده لأنه خارجها. أي تغير في المادة من البداية من وقت ما خلقها وحتى مرورا بأيام تجسده وحتى الآن وإلى النهاية، أي تغير في المادة ما بيغيرش ربنا ولا بيزود ربنا ولا ينقص من ربنا. وفي أيام تجسده لما اتولد، لما كان بيكبر بالجسد، لما كان بيحتاج وبيجوع وبيعطش وبيأكل وبيشرب وبيعمل كل الأمور البشرية لأنه شبهنا في كل شيء، ولما اتألم ولما اتجرح ولما اتسفك ولما مات بالجسد، كل ده لا بيغير في اللاهوت شيء ولا بيزوده شيء ولا بينقصه شيء ولا بينجسه ويدنسه في شيء ولا بيعمل أي شيء على اللاهوت. واضح؟ ده الإيمان المسيحي. وجبت أعداد من الكتاب المقدس وجبت لكم أقوال الأباء زي بابا أثناسيوس اللي شرح هذا الأمر بالتفصيل. أعتقد كفاية محاولة إجبار إخوة مسلمين إن أنتوا عايزين تكبرونا على حاجة عمرنا ما قلناها ولا الكتاب المقدس نادي بيها ولا عمر ما حد فينا آمن بالكلام ده كله. أعتقد الأمر واضح. آسف لو كنت طولت شوية، لكن لأنه كان السؤال مهم ورائع، عشان كده عملته موضوع كامل من موضوعات النهارده.